أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، والتي نتحدث من خلالها حول قضية الأسير محمد القيق ودخوله في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 82 على التوالي. أين وصلت هذه القضية في ظل الجهود التي تبذل على كافة المستويات من أجل الإفراج عنه ووضع حد لهذه السياسة الإسرائيلية المتمثلة بسياسة العقاب الجماعي والعقاب الحكم الإداري التي تنطبق على معظم الأسرى وليس فقط على الأسير محمد القيق، وبالتالي هي قضية أو هي سياسة اعتقال أو هي سياسة حكم يجب أن تتوقف من قبل إسرائيل كدولة احتلال. هذه القضية أخرى نتحدث بها مع ضيفنا في الاستوديو السيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير، أهلا بك معنا ومساء الخير لكم سيد قدورة فارس. وأيضا ينضم إلينا من محافظاتنا الجنوبية من غزة السيد عبد الرحمن أبو النصر المختص بالقانون الدولي، أهلا بك سيد عبد الرحمن ومساء الخير. أهلا بكم. سيد قدورة فارس، أنا في بداية كان من المفترض أن يتم نقل الأسير محمد القيق للعلاج في مشافي فلسطين هنا في رام الله أو في الخليل، ولكن إسرائيل أو المحكمة الإسرائيلية رفضت. ما هو وضع الأسير محمد القيق بعد كل ما سمع عنه من تردي وضعه الصحي؟ يعني لن أزيد شيئا على يعني ما قلناه دائما بشأن وضعه الصحي، حسب آخر تقرير وصل للمحكمة قبل قليل ويؤكد على أنه في وضع صحي متردي وخطير وفي حالة حرجة. هذا تقرير صادر عن مستشفى إسرائيلي ومن أطباء إسرائيليون. الآن بالنسبة للوضع بشكل عام، تهربت المؤسسات الإسرائيلية جميعا، يعني تحولت قضية الأخ محمد القيق إلى كتلة لهب تلقي هذه المؤسسة من يديها إلى المؤسسة الأخرى. النيابة تأمل في أن يتخذ قرار من المحكمة، المحكمة لا تريد أن تتخذ قرار واتخذت قرارا عجيبا، لا أعتقد يعني ربما الدكتور عبد الرحمن يعني يوضح هذا أكثر، يعني تعليق عقوبة، يعني لا يوجد في أي محكمة في العالم يمكن أن تعلق تنفيذ العقوبة لتستأنف بعد أن يزول السبب الذي بموجبه علقت العقوبة. في كل الأحوال يعني هذه يعني التلاعب المقيت من قبل المؤسسات الإسرائيلية لابد أن يكون له نهاية، وغدا ستكون الساعة 3:30 جلسة قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية بعد أن استقبلت مساء هذا اليوم الساعة 5 رد النيابة الذي يعني طالبتها فيها بموقفها بشأن الالتماس الذي قدمناه والذي طالبنا فيه بنقل الأخ محمد إلى مجمع رام الله الطبي. المحكمة يجب أن تقرر، يعني تفصلنا 24 ساعة، وآمل خلال هذه 24 ساعة إما أن يصار إلى حل مباشرة مع النيابة وأن نذهب للمحكمة متفاهمين على حل يقبل به الأخ محمد ونقبل به نحن وتقبل به العائلة، وإما أن يترك الموضوع للمحكمة لتتخذ قرارها النهائي. طيب، جهود كبيرة سيد قدورة فارس بذلت على كل المستويات بصراحة من أجل الإفراج عن الأسير القيق، ولكن إسرائيل لم تتحرك حتى هذه اللحظة أو لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار. بصراحة كل لحظة وفقا لتصريحات لكم سابقة ولاحقة أيضا بأن كل ساعة هي تشكل خطورة على حياة القيق، كيف بالإمكان التعاطي مع مثل هذا الموضوع بصراحة أنتم كنادي أسير؟ هو بالضبط، يعني المؤسسات الإسرائيلية تعاملت باستخفاف مع الحياة وهي تفعل ذلك دائما. يعني اليوم فقط 4 شهداء منهم 3 أطفال، أطفال قتلوا بدم بارد، ويعني الصور تتحدث عن نفسها. ولذلك يعني حكومة يمينية هي عبارة عن ائتلاف لمجموعة من العصابات العنصرية الفاشية، جاء إضراب الأخ محمد في وضع يعني مشحون ومحتقن في ظل مواجهة مع الاحتلال، وبالتالي التأخير في اتخاذ قرارات وترحيل الموضوع من مؤسسة إلى أخرى يعني استخفاف بالحياة. من الذي يضمن مثلا أن المحكمة لماذا لم تقرر هذه الليلة؟ من الذي يضمن حياة محمد حتى يوم غد الساعة 3:30؟ ولماذا لا تسارع النيابة؟ هي تعلم في نهاية المطاف أننا سنتوصل لتسوية، لماذا لا تسارع وتبادر؟ طلب منا أن نقدم مقترح قبل حوالي أسبوع من الآن، قدمنا مقترح متكامل قبلت به النيابة، طلبت منا ضمانات، يعني من يضمن؟ كنا طلبنا أن ينقل إلى المجمع الطبي في رام الله حتى 1 أيار المقبل، من الذي يضمن أن يبقى في ذاك المكان؟ تحدثنا مع سيادة الأخ اللي هو ماجد فرج الذي قال بالحرف الواحد توصلوا لأي اتفاق إذا كان الأمر بيحتاج إلى ضمان منا، شريطة أن يكون مقبول على الأخ محمد وعلى عائلته، أي شيء ممكن أن ينقذ حياته نحن مستعدين لعمله. في نهاية المطاف
ادعت النيابة أنها رفعت هذا المقترح إلى الجهات العليا فرفض من قبل قائد المنطقة العسكري ومن الشباك الإسرائيلي، وبدأوا يتحدثوا كما لو كنا يعني في صراع دامي، انه القائد المنطقة لن يركع، ومن هذه الكلمات والمفردات كأنها يعني مشكلة شخصية بين الأخ محمد الكيك والقائد العسكري للمنطقة. هذا دليل على أن الذي يحكم المؤسسة الإسرائيلية هو يعني تراكم من الحقد والكراهية للشعب الفلسطيني. طيب هذا واضح. أستاذ عبد الرحمن أبو النصر المختص بالقانون الدولي من غزة من محافظتنا الجنوبية، أهلا بك معنا مساء الخير من جديد. يعني بصراحة كيف تعاقب قانونيا على ملابسات عملية الاعتقال الإداري هذا، وأيضا الإضراب بمفتوح عن الطعام وعدم استجابة إسرائيل ولا حتى القوانين الإسرائيلية لموضوع الإفراج عن الأسير محمد القيق؟ بداية، ظاهرة الاعتقال الإداري التي استخدمتها إسرائيل هي ظاهرة غير قانونية وغير شرعية، وبالتالي تتنافى مع كل الشرائع الدولية، بحيث أن يتم اعتقال فرد وشخص دون أن يكون في هناك قدرة لديه لمعرفة الأسباب، ولقدرة لديه أن يكون لديه الدفاع عن هذه الأسباب والمبررات التي أدت إلى اعتقاله. وهذا بالتالي طبعا هو يحارب ويقاتل سراب، وبالتالي هذه الظاهرة حقيقة ظاهرة مقيتة، ويجب أيضا مواجهتها والعمل أيضا على إنهائها بكل ما أوتينا من قوة حقيقة في هذا السياق وفي هذا الإطار. وبالتالي هنا المسألة تكمن في أن إذا كان الأخ محمد القيق أو أي معتقل إداري لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام بينة وأمام وقائع، يستطيع أن ينفيها ويستطيع أن يمكن أن يتناقش معها حتى، وبالتالي هنا المسألة في المواجهة. لم يملك أي فرد من إخواننا المعتقلين الإداريين إلا أن يجابه هذه الظاهرة بالأمعاء الخاوية، وبالتالي هي وسيلته الوحيدة. ومن هنا المسألة أن إسرائيل هي التي وضعت الأخوة المعتقلين الإداريين سابقا الشيخ خضر عدنان والآن الأخ محمد القيق، هم هي التي وضعتهم أمام هذه الوسائل التي هي وسائل حقيقة بين الحياة والموت، وبالتالي المسألة أيضا هي إما حياة بكرامة وإما موت أيضا أن يكون بكرامة، وبالتالي هنا المسألة تكمن في هذا السياق، أن هذا حق لنا جميعا كشعب فلسطيني وكمعتقلين إداريين تحديدا في هذه القضية أن يستخدم هذه الوسيلة، ومن ثم إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن أي نتائج يمكن أن تحدث بالنسبة للأخ محمد أو أي معتقل إداري، وبالتالي هذا المسألة أيضا هي مدركة باعتقادي أيضا لدى المستوى السياسي الإسرائيلي. ولكن هناك بلا شك كما تفضل الأخ قدورة، هناك صراع بين أجنحة الجناح أو القرار السياسي والقرار القضائي والقرار العسكري، وبالتالي هذه أيضا هذا الصراع أيضا ينتج هذه النتائج التي نراها في هذا السياق، والتضارب في الآراء والتضارب في أحكام المحكمة التي لم نرى سابقا بأن يكون في هناك حكم مثلا بتعليق العقوبة، وبالتالي ما هي النتائج المتعلقة بتعليق هذه العقوبة في هذا السياق بعد ذلك أو حتى قبل ذلك. طيب يعني أستاذ عبد الرحمن أبو النصر، عندما نقول إسرائيل تتحمل مسؤولية كما أشرت، هل هذه الكلمة في الهواء أم أن لها جذور قانونية؟ كيف ممكن إسرائيل تتحمل مسؤولية حتى يعني لا قدر الله بغض النظر ما سيحصل للأسير القيق، ماذا نفعل؟ بلا شك أنها تتحمل مسؤولية قانونية وبموجب القانون الدولي، ومن ثم هي دولة احتلال عليها حماية الأشخاص الذين يقعون تحت الاحتلال، أيضا إذا كان هناك إجراءات يجب أن تتخذها بشكل قانوني، هذا الشكل القانوني أن يعرف الشخص ما هي الاتهامات التي توجه إليه، قدرته أيضا على الدفاع عن نفسه، وبالتالي إذا لم يكن لدي هذا الشخص هذه القدرة للدفاع عن نفسه، وبالتالي هنا تتحمل مسؤولية كدولة احتلال، وهنا أيضا تتحمل مسؤولية كدولة لا تقيم العدالة في مواجهة الأشخاص الذين تسيطر عليهم. طيب، وبالتالي هنا مسؤولية من كافة الجوانب المختلفة في هذا السياق. طيب أشكرك حتى اللحظة ابقى معنا. أستاذ قدورة فارس، يعني نادي الأسير أيضا أنتم كرئيس نادي الأسير تحدثتم عن موضوع الأسرى المرضى، وهناك سياسة إسرائيلية يعني لوضع الأسرى في ظروف تجبرهم على المرض، ليس من يأتي وهو مريض أو يعني يتعرض لمرض بسبب اعتقاله، وإنما الظروف البيئية والمعيشية، وأنتم أسير سابق وتدرك ذلك جيدا. يعني على الرغم من أنه القانون يلزم إسرائيل بمجموعة من المعايير فيما يتعلق بظروف الاحتجاز ومسؤوليات دولة الاحتلال،
في المحافظة على الحقوق الأساسية التي يفترض أن لا تقيد، أن لا توضع عليها أي قيود، ومن ضمن الحقوق الأساسية الحق في الحياة والحق في أن يحظى بفرصة علاج مناسبة. إسرائيل هيأت يعني مناخ وبيئة محفزة للمرض، ثم اعتمدت سياسات في التلكؤ في تشخيص المرض أو التلكؤ حتى في تخفيف الألم حتى حين يكون المرض مشخص، ولذلك هي يعني عملية تعذيب للأسير المريض وللمحيطين فيه. يعني كثيرا ما اشتكى الأسرى من منظر زميل لهم يرونه يتألم أو يرون حالته تتردى شيئا فشيئا ولا يستطيعون فعل شيء، هذا يعني يهلك نفسية من يعيشون معه في القسم أو في الغرفة، إضافة إلى ذلك أنه يتعب العائلة ويقلق العائلة. ثم بعد أن يشخص المرض العملية الإجرائية الطويلة المقصودة، يعني مش معقول مثلا حد على أساس أنه يجري عملية جراحية وأحيانا تكون بسيطة ولكن ألمها كبيرة، يعني لو كنا نتحدث عن كيس دهن ولا كيس شعر بتسبب في ألم ويجب أن تجرى عملية، لو كان في الخارج ربما الأمر سيستغرق ساعتين وانتهينا منها. أحيانا يعيش الأسير لسنوات طويلة مع هذا المرض طالما أنه مش خطير، طالما أنه مش خطير ولن يترك يعاني، يترك للمعاناة. إضافة إلى ذلك أنه في يعني في الـ في الـ في الأشهر الماضية أنه كثير من الأسرى الذين حين اعتقالهم أطلق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات، كانوا في حالة خطرة، من أجل أن يوفروا يعني مثلا تقليل فاتورة المستشفى نقلوا إلى السجون قبل أن يستكمل العملية العلاجية. هذا بدل على وحشية، هذا بدل على يعني سياسة عنصرية. لو كان المصاب إسرائيليا ما كانوا مثلا ما كان سيغادر المستشفى في حالات معينة قبل أن يمضي عليه أكثر من شهر، بينما طالما هو طيب فلسطيني إذن ينقل للسجن وإلى مناخ وبيئة سيئة جدا. طب موضوع أسرى سجن ريمون والنقل بالبوسطة اللي هو نقل الأسرى ما يسمى بالبوسطة، كيف هذه المعاناة تحدثوا عنها في بيان لكم سيد قدورة، والخطورة التي تنطلي على الأسرى المرضى خصوصا جراء نقلهم وتركهم لساعات طويلة في عربات النقل الإسرائيلية؟ أولا هذا ليس متعلق فقط بريمون، هي نفس البوسطة، نفس السيارات، تصميم السيارات التي تنقل الأسرى من مكان إلى آخر هي نفسها، فبالتالي يعاني منه كل كافة الأسرى. هو عبارة عن صندوق حديدي، هذا الصندوق في الشتاء بارد جدا، في الصيف حار جدا. عملية النقل يعني ينتقل من سجن ريمون يصل إلى إيشل، ينتظر ساعتين حتى يحضروا الأسرى الذين سينتقلون أيضا من إيشل، ثم يذهبوا مثلا إلى سجن النقب وهكذا. الجولة أحيانا يستغرق مكوث الأسير في سيارة البوسطة حوالي 16 ساعة، السيارة لا يوجد فيها حمام ولا تقدم وجبة طعام. لما بيكون المنقولين إلى ما يسمى بعيادة الرملة مرضى، لك أن تتخيل بعض الأسرى صاروا يرفضوا الذهاب حتى للمستشفى، والبعض يرجون أن لا يحضر محاكمته، أن يحاكم دون الحاجة لوجوده في المحكمة، يعني يحكم اللي بتشوفه مناسب للمحامي، بس ما تجرجرونيش وتطلعوني من السجن. هذه الرحلة الشاقة، البعض يطالب رحلة عذاب باختصار إجراءات المحكمة، يعني أنه بدل ما تخلص لي قضيتي في 10 جلسات إذا بتقدر الجلسة الأولى والثانية أحكمني، مش فاضي أني أقدر، يعني معاناة عذاب طبعا. سيارة البوسطة، وعلى الرغم من حديث مطالبات الأسرى الدائم والمستمر في أنه هيئوا سيارة، في أنه يقدموا وجبة، في أنه يفسحوا المجال للأسير يقضي حاجته يعني بين الحين والآخر، لكن إسرائيل لأنها تقصد أن تفعل ذلك لم تغير شيئا. طيب أستاذ عبد الرحمن أبو النصر المختص بالقانون الدولي، ما هي وجهة نظر القانون المتعلقة بموضوع البوسطة ونقل المرضى، نقل الأسرى ومن الكثير من المرضى في هذه العربات المخصصة لنقل المعتقلين من سجن الآخر وتستمر لها ساعات طويلة وفقا لما تحدث الأستاذ قدورة فارس؟ حقيقة أن القانون الدولي والإنساني تحديدا فيما يتعلق سواء بأسرى الحرب أو سواء بالمعتقلين كان قد وضع قواعد محددة وقد وضع نظم لا يجوز الخروج عنها، وبالتالي هي قواعد في نطاق القانون الدولي آمرة. في هذا السياق فيما يتعلق بأسرى الحرب لا يجوز محاكمتهم، وبالتالي لا يجوز أيضا إدخالهم هذه المعاناة إذا كانوا ضمن تصنيف أسرى الحرب، وبالتالي معظم المعتقلين الفلسطينيين هم ضمن هذا السياق. في الإطار الآخر إذا كان الأشخاص معتقلين أيضا هذا الاعتقال يجب أن يتم
والمحاكمة يجب أن تتم في الإقليم المحتل، وبالتالي لا يجوز لا النقل ولا هذه أيضا المعاناة. ومن ثم هذه قواعد أيضا لا تمن بها إسرائيل على المعتقل الفلسطيني. كذلك أيضا فيما يتعلق بضمانات المحكمة، وما يتعلق بحقه في الدفاع، ما يتعلق أيضا فيما يتعلق في الإجراءات التي تسبق المحاكمة، فيما يتعلق كذلك أيضا بالتحقيق أو ما بعد ذلك في ضمانات أيضا حياة الاعتقال. وبالتالي كلها هذه نظم وضعها القانون الدولي وبالتالي رسخها أيضا. ومن هنا أيضا تأتي مسألة أساسية ومهمة على الجهات الدولية، ممثلة في جهة أساسية مهمة لها صفة وصلاحية الرقابة كما هو متفق عليه، وهي الصليب الأحمر. وبالتالي هنا الصليب الأحمر يحاول أن يقوم بدور، ولكن هذا الدور صراحة هو يعني في نوع من السرية فيما يتعلق بدوره وعدم إظهار أي انتهاكات أو إبراز هذه الانتهاكات. ومن هنا قد يكون في محاولة للحفاظ على هذا الدور، لكن هذا الدور أيضا كشاهد أخرس لا يستطيع أن يتكلم، كذلك أيضا هي معاناة إضافية حقيقة. وبالتالي على الجهات الدولية المختلفة وعلى رأسها الصليب الأحمر أن يأخذ دور في هذا السياق فيما يتعلق بتحقيق حقوق الأسرى، وهذا مسألة أساسية. طيب، يعني واضح الفكرة. أستاذ قدورة فارس، بصراحة موضوع الأسرى بشكل عام، ممارسات إسرائيل، وأيضا حاولتم مرارا تدويل قضية الأسرى يعني، وبذلت جهود كبيرة في هذا المجال. حتى اللحظة يعني صراحة لم نلمس تدخل دولي فاعل بموضوع الأسرى. سنتحدث عن الجانب القانوني، ولكن على الأقل الجانب الإجرائي والعملي، وأنتم تتابعون لحظة بلحظة هذا الملف الأسرى. يعني أولا القضية الفلسطينية بشكل عام هي قضية مدولة، وعلى الرغم من أنها مدولة واتخذت عشرات ربما مئات القرارات في مؤسسات دولية هامة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن الاحتلال ما زال قائم. هذا لا يعني أن القضية الفلسطينية باتت قضية محلية. قضية الأسرى أيضا قضية دولت، ويعني في السابق كان يتردد الكثيرون من مجرد التطرق أو الحديث لهذا الموضوع. الآن الموضوع مثار في أماكن مختلفة من العالم، في دول أوروبية، في دول عربية، في دول أمريكا اللاتينية، في الولايات المتحدة نفسها. بالتالي هذا الموضوع بات موضوعا مثارا، ويعني في بمناسبات وبغير مناسبات. وأنا بديش أستعرض يعني الفعاليات طبعا التي ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة والمتعلقة بالأسرى، وبمبادرة من جهات دولية هم الذين يبادرون ويدعوننا للمشاركة في فعاليات تخص قضية الأسرى. القضية مدولة. إحنا نتحدث تضغط على إسرائيل تدوير القضية، هناك نشاطات تمارس، ولكن بصراحة يعني على إسرائيل، إسرائيل فيش قضية بعينها أو إجراء بعينه لو اتخذ سترحل يرحل الاحتلال، ولا إجراء بعينه سيحول دولة الاحتلال إلى دولة إلى احتلال عصري، دولة تروح تتبع وتشوف شو القانون الدولي بقول وتطبق على الأسرى. هذا لن يحدث. نحن نضع قضية الأسرى في سياق الحالة الكفاحية التي يعيشها الشعب الفلسطيني مع الاحتلال، ولن تعالج قضية الأسرى إلا في سياق نضالنا وصراعنا مع هذا الاحتلال إلى أن يرحل. يرحل الاحتلال تعالج كل مشاكل الشعب الفلسطيني. طيب، يعني نأخذ هذا الاتصال هاتف عن الأخت فيحاء شلش، زوجة الأسير محمد القيق. أخت فيحاء، أهلا بك معنا ومساء الخير. مساء الخير، أهلا بكم. أهلا بك. يعني أخت فيحاء، طمنينا على وضع الأسير محمد القيق في ظل هذا الإضراب المفتوح عن الطعام المستمر والمتواصل منذ ما يزيد على 82 يوم. يعني وضع محمد، ربما هذه الأيام تشرح وضع ومعاناة محمد. 82 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، ربما تعكس حقيقة ما يمر به محمد. الوضع الصحي خطير للغاية، باعتراف الأطباء حتى الإسرائيليين يقولون أنه ربما يكون محمد يعني ربما هو معرض لجلطة قلبية في أي وقت وفي أي لحظة. أيضا يعني الوضع الصحي له يعني غير مطمئن. نحن لا نعلم ما هي المضاعفات التي حصلت لجسده، ما هي الوظائف التي ما زالت قائمة، ما هي الوظائف التي فقدها، ما هي الأعضاء الرئيسية التي ما زالت تعمل. نحن لا نعرف هذا الأمر لأنه لا توجد أي تخصصات طبية، والاحتلال ما زال يتعنت في هذا الملف وما زال يتعنت في الإفراج عنه. طيب، يعني أنتوا أخت فيحاء أسرته، إيش هي رسالتكم اللي بتقدموها كل يوم بصوت عالي، واللي طبعا كل الأطراف والجهات والمؤسسات الرسمية والشعبية بتعمل من أجل الضغط على إسرائيل اللي هي قوة الاحتلال اللي هي بتفرض الاعتقال مش بس على محمد، على كثير من شبابنا وشاباتنا بسجون المعتقلات الإسرائيلية؟
يعني رسالتنا في كل يوم لا تتغير، رسالتنا انه نحن نريد محمد حرا بيننا، نحن نريد ان يعود الى طفليه الى عائلته، نريد ان يعود هذا الاسد يعني الى علينا في بين احضان شعبه، لا نريد يعني ان يكون يعني نريد ان يحقق انتصارا على هذا السجان، ونريد ان ينهي هذا الاضراب نهايه مشرفه ان شاء الله وبنتيجه رائعه. رسالتنا هي للكل، يعني نحن لا نوجه رساله على وجه الخصوص الى اي مكان، نحن نقول هذه رسالتنا للكل. يعني اينما تجدون خطوه يجب ان تخطوها تجاه هذه القضيه اخطوها الان، نحن لا يعني لم يتبقى وقت ابدا يعني على هذا الموضوع، ونحن يعني نرى بانه يعني الدقائق بل الثواني تفرق، يعني تحدث فرقا كبيرا. لذلك يعني اي شخص يجب لديه المسؤوليه ليحدث اي تغيير او يحدث اي خطوه تجاه هذا الامر، يعني الرجاء احداث هذه الخطوه الان ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا أخت فيحاء شلش زوجة الأسير محمد القيق الذي نتمنى الإفراج عنه هذه اللحظة قبل اللحظة التي تليها هو، وأيضا أعداد كبيرة من أبنائنا من شبابنا وشاباتنا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والجهود تبذل على مدار الساعة من أجل هذا الموضوع. نأمل أن تكلل بنجاح كل هذه الجهود التي تبذلها كل الأطراف الوطنية الفلسطينية الرسمية والشعبية. طيب أستاذ عبد الرحمن أبو النصر المختص بالقانون الدولي من جديد، يعني بصراحة هناك جهود تبذل على كل المحاور والجبهات من أجل الإفراج عن الأسير محمد القيق والأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، وهذه السياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة التي تدفع بالأسير إلى الذهاب إلى الإضراب عن الطعام، ليس فقط لا يذهب الأسير إلى الإضراب عن الطعام من يعني بخاطره أو بإرادته، وإنما مجبر ومكره على تنفيذ هذه الوسيلة ربما الوحيدة المتبقية له. كيف برأيك بالإمكان يكون هناك أكثر حشد للدعم والتأييد الدولي الذي يكون له إجراءات ملموسة على الأرض وليس فقط في إطار يعني المساندة المعنوية وإن كنا نقدرها ونعليها كثيرا؟ بلا شك أن قضية الأسرى كما ذكر الأخ قدورة هي جزء من القضية الفلسطينية، ولكن حقيقة أيضا الشعب الفلسطيني يوليها أيضا قدسية خاصة قد تأتي بعد الشهداء، وبالتالي هذه المسألة أيضا تحتاج إلى جهد فلسطيني أيضا منسق وعلى كافة الصعد القانونية وأيضا على صعيد الرأي العام الدولي، وهذه تحتاج إلى مسألة أساسية بأن توضع استراتيجية في هذا السياق، وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية قانونية واضحة. باعتقادي أن هذه المسألة أيضا هي مشاركة المؤسسات الدولية ووضعها أيضا موضع الاهتمام ووضع وتحملها للمسؤولية. في هذا الإطار أنا باعتقادي أن المسألة في مسألة الاعتقال والاعتقال الإداري وأيضا الأسرى باعتقادي هو ملف من ضمن الملفات التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أيضا باعتقادي أن هناك قضية مهمة وهي أننا بالإمكان أن نذهب برأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية لتقرير ما هو المركز القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين صراحة، وهذه مسألة يجب أن لا نضع الاحتلال هو الذي يختار أيضا وسائله في كيفية التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين، أيضا يجب أن نجبره في هذا السياق، وبالتالي ليس المسألة خيار إسرائيلي، وليس المسألة أيضا هي أن نضع أن هذه الحقوق هي طرف ينفذها الاحتلال الإسرائيلي أو لا هي حقوق لهذا الأسير الفلسطيني الذي هو جزء من معركة الشعب الفلسطيني بشكل كامل. وضحت. طيب وضحت فكرة. يعني سيد قدورة فارس بصراحة الاعتقاد الإداري أو هذا الإضراب عن الطعام وإضرابات أخرى كثيرة سبقت وربما ستأتي أيضا تأتي في إطار الاحتجاج أو الرفض أو غير القبول لموضوع الاعتقاد الإداري. ما هي سياسة الاعتقال الإداري وما هي الجهود التي بذلت ربما مع أطراف قانونية لها علاقة بالموضوع من أجل وقف هذا النهج من الاعتقال؟ شوف يعني إسرائيل تشن حربا أو تخوض حرب مع الشعب الفلسطيني، وهذه الحرب يعني في معظمها بمبادرة من الاحتلال بأدواته كافة. من ضمن تعبيرات هذه الحرب والمستهدف بذلك شباب فلسطين، قادة المؤسسات، قادة القوى الوطنية، الكوادر الناشطة، الطلبة وما إلى ذلك، إسرائيل لا تستهدف فقط مثلا 650-700 معتقل إداري، هي رسالة يعني هم يستنزفوا الطاقة الجماعية للشعب الفلسطيني وحتى الطاقة الفردية، يستهدفوا الأسرة الفلسطينية.
إضافة ل 650 معتقل إداري الآن، هناك ربما 60,000 فلسطيني هم في الدائرة التي يمكن منها أن تختار إسرائيل، وهم يعلمون أنه يعني إذا مارس نشاطه الوطني بوحي من وطنيته ومواطنته وإحساسه بالمسؤولية وكان ذكيا حد أن إسرائيل لا تستطيع أن تثبت عليه تهمة، يمكن أن يتحول لاعتقال إداري، وبالتالي هي تعتقد أنها تفرمل عشرات الآلاف من شباب فلسطين وتستنزف من تعتقلهم، يعني والموضوع دوار يعني يطال فئات كثيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، وعليه هذا النوع من الاعتقال أضرب الأسرى بشكل جماعي وأضربوا بشكل فردي، حدثت تصدعات في هذا القانون، ثم جاءت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لتدخل معنا في هذه المواجهة، وبالتالي لا ما عادت حكومة الاحتلال حريصة على صورتها. في الماضي كانوا يعني كانت تستوقفهم بعض الإجراءات حتى يعني بمثلوا تمثيلية إنها دولة بتحترم القانون ديمقراطية، الآن بطلوا هالتمثيلية وما عادت تفرق معهم، صار اللعب على المكشوف يعني للعالم، هم يقولوا قولوا ما تشاءون ونحن نفعل ما نشاء، هذا أخطر. هو المشهد الحاصل حاليا وهذا الأخطر. أشكرك كثيرا حاجة. الأستاذ قدورة فارس رئيس نادي الأسير على هذه المشاركة الطيبة معنا في ملف اليوم. نشكر أيضا الأستاذ عبد الرحمن أبو النصر المختص بالقانون الدولي والذي كان معنا مباشرة من محافظاتنا الجنوبية من غزة. شكرا للأخت فيحاء شلش زوجة الأسير محمد القيق الذي نتمنى الإفراج عنه هذه اللحظة، وجميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. مشاهدينا الكرام أشكركم على طيب المتابعة لهذه حلقة من برنامج ملف اليوم، لكم دائما التحية والتقدير ولطاقم العمل التحية أيضا، نلقاكم على خير بإذن الله، إلى اللقاء، شكرا كثير، بارك الله فيكم.